أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فقتله فأصبح من الخاسرين.
Ahmet Eymen tilavetinin ve dişimleri diyorsunuz.